ما اقول الا الله يعوض علينا. شوفوا هذا انسان حقير وتافه، هذا راضع لبن لبن حمار، هذا اللي رابعه شويه. خلني اشوف الشق وين الشق، هذا شق، هذا شق عدم الكفر. المشكله كله يحتاج تغيير الكفر. هذا انسان طبيعي، هذا انسان طبيعي يسوي كذا في السياره؟ هذا انسان طبيعي ولا عنده امانه ولا عنده عقل ولا انسان يملك من الرحمه شيء؟ شقق الكفر نفس الشيء، كله شقق الكفر، شقق عدم السياره ولا العلامه. هذا شق في الكفر، هذا انسان وقح، هذا انسان لئيم، كسر المرايه. ايش هذا؟ وين الاسلام؟ وين الدين؟ وين الضمير؟ وين كل شيء مبيوع لهالدرجه؟ ولا سويت له شيء ولا اذيته، وقفته عند محل